فلنعد بالذاكرة قليلاً إلى الوراء، بل كثيراً، فلنعد نحو قرن من الزمن، وتحديداً ليلة الرابع من أبريل عام 1923. في إحدى غرف فندق في القاهرة، رجل يرتجف من الحمى ويتمتم في هذيانه باسم توت عنخ آمون، أو بلغته توتانكامن، ليحتضر بعدها بدقائق. قصة اكتشاف قبر الفرعون الذهبي واللعنة التي طالت كل من أزعجه. ولدينا الصورة. أمام هذا التابوت الذهبي في عام 1922 يجلس رجلان غير مصدقين لما اكتشفا للتو. الأول ذو القميص هو عالم الأثار الإنجليزي هاورد كارتر، والثاني مصري الجنسية هو أحد العمال المساعدين في بعثة التنقيب. وبداخل التابوت مومياء بطل قصتنا لليوم توت عنخ آمون، سليل الأسرة 18 في مصر القديمة، الذي حكم البلاد صغيراً ومات صغيراً. اكتشاف القرن هو الاسم الذي تصدر الصحف، مصحوباً بالصور الخاصة التي التقطها المصور البريطاني هاري بيرتون. عرف بيرتون بمصور الفراعنة في أوساط علماء المصريات، حيث اشتهر بالتقاط آلاف الصور لاكتشافات فرعونية عدة، وتوصف صوره بأنها تحكي حكايات الزمن الذي توثقه، وكأنك تلمس حياة الفراعنة أمامك فعلاً. انفردت صحيفة تايمز البريطانية بصور الاكتشاف النادر، تماثيل فخمة، أحجار كريمة، أقمشة مذهلة. لكن السؤال، من منح تايمز حق هذا الانفراد؟ بالطبع ممول عملية التنقيب جورج هربرت لورد كارنافن. هل تبدو هذه الصورة مألوفة؟ نعم، إنه صاحبنا الذي مات وهو يتمتم باسم توت عنخ آمون. فهل قتلته لعنة الفرعون الذهبي الذي تجرأ وعكر صفوه؟ أنا حامي قبر توت عنخ آمون. سوف يلمس الموت بجناحيه كل من يزعج سلام الفرعون. يقال إن هذه العبارات وجدت على لوح كان بداخل قبر توت عنخ آمون، واختفى اللوح لاحقاً. ورغم أن التاريخ لا يذكر إنجازات حققها توت عنخ آمون، فإنه من أكثر الفراعنة شهرة وإثارة للجدل، خاصة مع الاعتقاد الشائع أن وزيره الذي تزوج أرملته مسؤول عن موته. نال اكتشاف القرن نصيبه من الشائعات والقصص غير العادية، لكن في الواقع وفاة ممول حملة التنقيب هربرت كانت بسبب التهاب رئوي ولا علاقة لها بأي لعنة، كما توفي عدد قليل فقط لأسباب مختلفة على مدى عقد من الزمن من الأشخاص المرتبطين بحملة التنقيب، حتى إن كارتر رئيس بعثة التنقيب، وبالتالي هو بالتأكيد الهدف الأساسي لأي لعنة، عاش لنحو 20 عاماً أخرى بعد اكتشاف القبر. ورغم أن لعنة الفراعنة تفتقر إلى الأدلة على تصديقها، إلا أن اكتشاف القرن لا يزال بعد قرن يثير إبهار العالم. في إحدى غرف فندق في القاهرة، رجل مصاب بالحمى. رجل يرتجف من الحمى ويتمتم في هذيانه باسم توت عنخ آمون، أو بلغته توتانكامن، ليحتضر بعدها بدقائق.